إسهالات المياه الحادة وما مسبباتها وما طرق الوقاية منها. هذه أعراض مرض الدفتيريا، إذا كان أحد فيه هذه الأعراض ضروري إنه ما يتساءل شو هذا المرض، ينقله مباشرة إلى فين؟ إلى أقرب مرفق صحي. الآن المرفق موجود معانا. War in Yemen has caused damage to all economic and service sectors. The health sector especially has been severely affected. Thousands of health facilities have stopped working because there is no operational budget for continuing their work, and the salaries of health workers have been suspended for months. Also, there has been a massive spread of many diseases and epidemics, including cholera and diphtheria. الخدمات الصحية تأثرت تأثر مباشر، وربما يعني أصبح 80% من الخدمات التي كان يقدمها القطاع العام أصبحت معتمدة على الداعمين، و 20% ربما ما يقدمه الحكومة أو القطاع الحكومي العام. وطبعا تأثرنا بدءا بالمياه الذي كانت متوفرة من القطاع العام، وأيضا الكهرباء والمرتبات التي انقطعت عن العاملين الصحيين والاعتمادات التي كانت تعطى للمرافق الصحية ونفقات التشغيل. قامت المؤسسة بتأهيل وترميم وتشغيل 16 مرفق صحي في محافظة البيضاء والمحويت، بالإضافة إلى تزويدهم بمنظومة طاقة شمسية من أجل تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة. كما عملت المؤسسة على تدريب 292 عاملا صحي وفق معايير وزارة الصحة، بالإضافة إلى تدريب 160 متطوع متطوعة ورفع وعيهم حول الرسائل الصحية التوعوية والأمراض المعدية. As such, the National Foundation for Development and Humanitarian Response, also known as NFDHR, with funding from the World Health Organization, has committed to strengthening the health system through rehabilitating and facilitating the operation of 16 health facilities in 8 districts, considered to be the most affected in Al Bayda and Al Mahweet governorates. استفدت من خدمات الوحدة الصحية اللي موجودة هنا. حصل عندنا الوالدة انكسرت وما عرفنا نحركها، حصل عندها جروح سريرية. الحمد لله بوجود الوحدة الصحية والدكتور رزق، كان مجارحة يومية وإبر بالنسبة للمهدئات، ومجهود قام معنا، وقامت الوحدة بشكل عام معنا بشكل ما يتصور، مما أغنانا كثير عن النقل للمحويت أو للرجوم أو لصنعاء. أشكر المؤسسة الوطنية على هذا الخدمة الذي قدموها لأبناء المنطقة، من تأثيث قاموا بتأثيث المركز كامل وترميمه وتأهيله بأدوات طبية وبعلاجات وبإنارة متكاملة وبناء محرقة طبية وخزانات مياه.
Because health is a fundamental pillar in continuing work and providing quality medical services to citizens, NFDHR has adopted a training program for 292 health workers to develop their capacities in the field of integrated care for child health and obstetric emergencies and infectious diseases and immunization. في وحدة الطحانة أكثر من 30 إلى 50 حالة مرضية لبعض الأمراض الشائعة، ولكن الأمراض المنتشرة في وحدة الطحانة هي الملاريا والإسهالات المائية والإسهالات المائية الدموية. خلال هذه الفترة لاحظت أنه هذا المركز بيستقبل حالات كثيرة، وغالبية الحالات بتكون نتيجة أمراض معدية ونساء وحوامل. اللي لاحظته أنه الغالبية ما كانش بيقدروا يعني يحصلوا الرعاية الصحية اللازمة نتيجة ظروفهم وبعدهم عن المراكز الطبية. فلحسن الحظ أنه هذا المركز أفاد غالبية كبيرة من السكان. من قبل ما يكون هذا المركز كنا نروح لمناطق أو أماكن مختلفة مثل مستشفى الخبر، وهو يعني بالنسبة للمنطقة اللي أنا موجودة فيها بعيد، أو نحن إيش نروح لمستشفى الأمومة والطفولة. فإحنا كيف بنفعل؟ بس بما أن قد المركز هانا يعني صراحة يعني تواجد كثير من العلاجات وكثير من الأدوية موجودة هانا. A total of 35,527 persons have received medical services at these facilities during the period from March to June 2018, while 135 health workers received monthly financial incentives in Albeda and Almaquit governorates. Additionally, NFDHR has trained 160 volunteers, men and women, in strengthening the community's awareness around eradicating epidemics, who in turn have carried out 9,086 awareness sessions for men, women, and children. استفدنا من هذه الجلسة أن نكون نغسل أيدينا من الأمراض وغسل الفواكه قبل الأكل. استفدنا أن الوقاية خير من العلاج وبالتلقيح حتى لا ينتشر المرض على جميع المديرية. These volunteers have increased the community's awareness around 1. Identifying and preventing diseases and epidemics, 2. Practicing personal hygiene, and 3. Conserving water. All these awareness sessions have benefited a total of 200,998 people in the targeted areas.